راح نتحدث عن مرض الكلب وهو فيروس بنتقل للإنسان من لعاب الحيوانات المصابة طبعا يعني بنتقل هذا المرض عادة من خلال عضة وسمعنا كثير من الحالات اللي صار فيها عض للطلاب المدارس لما يطلعوا من المدرسة بالصباح في بعض القرى ممكن هذا الشيء يكون كثير منتشر في الأول الأخيرة ممكن يكون بس في أماكن معينة راح نتحدث أكثر بخصوص هذا الموضوع مع الدكتورة دنيا الرفاعي طب وجراحة بيطرية كيفك؟ <applause> أستاذ صباحك اهلا وسهلا فيكي أهلا. يعني بدايه ان هيك نعرف المشاهدين ايش هو مرض السعار او الكلب وهل هو بصير من الكلاب الموجوده بالشوارع او ممكن حدا يكون مربي عنده كلب البيت يتعرض مثلا لمثل هذا المرض هلا مرض السعار هو عباره عن مرض ينتقل عن طريق فيروس اللي هو فيروس الريبيز فيروس السعار هلا الفيروس هذا طبعا بالنسبه للكلاب اللي جوا البيت او الكلاب المطعمه حتى لو كانت برا البيت ما راح يصيبها اي كلب مطعم ضد السعار ما راح يصيبه المرض يعني حتى لو نعض من كلب مسعور ما بتصيبه المشكله تمام <applause> هلا نتحدث عن الاسباب وراء هذا المرض تحديدا دكتوره هلا الاسباب وراء هو الفيروس هذا السبب وطبعا <applause> عدوى عن طريق العض بس اهم نقطه انه الفيروس مش منتشر بالاردن أوكي. <applause> يعني حالات للبشر صابت الاردن ما بتذكر في ولا حاله صابت شخص صابوا بس ريجل. كحيوانات هلا <applause> بس كحيوانات وفي كمان نقطه كثير مهمه انه اذا يعني الشخص انعض من كلب بيروح على المستشفى بياخذ مطاعيم وانتهى الموضوع آه يعني مش هالشيء مثلا هو اللي كثير خطير مش شيء خطير اذا الواحد يعني صارت معه المشكله واخذ المطاعيم وراح على دكتور بتنتهي المشكله بلحظه تمام طب دكتوره في ناس بيحكوا انه اذا الكلب بشكل عام اكل اطعمه معينه زي مثلا اللحمه النيه ممكن انه يصاب بهذا المرض او يعني ايش اعراض او الاسباب اللي بتأدي اصابه الكلب بهذا المرض لا هلا اللحم النيه موضوع ثاني يعني مستحيل الكلب اذا اكل لحمه تصيبه الفيروس بالعاده بتنتقل بتنتقل عن طريق عضه وبدنا كمان نحط ببالنا الفيروس مش محتكر هو على الكلاب بس اي ورم بلودد انيمال بصيبه يعني اي, حيوان ثدييات او غيره بصيبه يعني مم حتى الخفافيش فيها ريبيز كثير مشهوره بالريبيز مم مم فهي المشكله زي ما حكينا الفيروس اذا كان في مطعوم بمشي الحال في كمان شغله مهمه الكلب يعني اذا كان كل سلوكه طبيعي وعض شخص فهذا لا يعني انه الكلب عنده سعار صحيح. لانه السعار بس يصيب الكلب خلال ثلاث ايام لخمس ايام بتكون كثير واضحه على الامور والعلامات الفيروس وبموت يعني مش حيضل آه عايش آه. بعديها آه. آه. طب يعني في هناك علاج للكان للانسان او للكلب للك إذا لأ علاج م. ما في علاج ابدا ما في بس في مطاعم, مطاعم. اوكي وفي الحلقه المهمه انه بين فترة العض إذا شخص يعني اليوم انعض أخذ وأخذ المطعوم حتى لو كان في سعار مش رح يبين على الأعراض ولا حيصيب المرض أوكي. لأنه الفيروس بيجي مكان العضة هو بينتقل عن طريق اللعاب فبكون بنتشر مكان العضة في المسلز بعدين بروح على الأعصاب أوكي. بعدين بمشي من الأعصاب على السباينال كورد بعدين بيروح على الدماغ مم. بعدين من الدماغ بصير يطلع بالغدد اللعابية أوكي. فهاي الاشي عشان يصير هاي كلها بدها قريب الأسبوعين لشهرين أو مرات ثلاث شهور تمام عشان تصير هاي البروسس. فإذا إذا الواحد طعم قبل هذا الشيء فخلص مش حتصيبه المشكلة. حتى إذا رحت على المستشفى أخذت العلاج لازم بس إمتى ما طلعت الأعراض انتهى الموضوع؟ ما آه في قبل أنت في حال تعرضت للعطلة لازم بدك تروح لازم, لازم على السريع. طب هل الكلاب نحكي اللي بتكون مسعورة أو إنها تصاب بهذا المرض ممكن إنها تنشفي ولا لأ؟ في فترة معينة ما في ممنوع اصلا حتى تحاول تعالج كلب اذا كان عنده ريبيز وانت متاكد انه عنده ريبيز لانه خلص انتهى الموضوع يعني ما يموت اه بس هي الفكرة بإعطاء المطاعم خصوصاً حتى هلا للكلاب اللي برا اللي هي الكلاب الضالة اللي بحكوا لها آه يعني لازم نعطيهم مطاعم لازم نعمل لهم عمليات كمان تعقيم عشان نقلل من عددهم اللي هي تراب نيوتر ريتيرن بيحكوا لها أه. البروسس انه احنا بناخذ الكلاب من الاماكن الاماكن اللي هي عايشه فيها بنعملها العمليه أه. وبنعطيها مطعم هيك ببطلوا يتكاثروا وبنفس الوقت بطل عندهم يعني نخاف من مشكله الريكس اوكي اوكي في ناس اللي عم بكسلوهم بطخوهم اما هاي المشكله أوكي. هاي المشكله أه. الكبيره لانه كمان يعني بيعضوا الكلب وبحكي لك الكلب مسعور وهو الكلب ما ماله شيء يعني واحد أه. بيروح على كلب على موطن الكلب وهو مبسوط وقاعد بطخه قال هذا كلب مسعور لا مش روح عنده <تصفيق> بالضبط اللي <applause> يعني انت رحت عند الكلب وطخيته يعني الكلب ابدا مش <applause> مسعور طب متى ممكن نحكي انه مم. هذا الكلب مثلا اه في عليه اعراض انا لازم اخاف منه خصوصا الناس اللي بتربي كلاب ببيتها مم. يعني ممكن بعض الاعراض ما ياخذوها بعين الاعتبار ولكن بتكون يعني دلاله على انه هذا الكلب مثلا مريض بشغله او هذا الكلب ممكن يصير خطير عليك او خطير عليكم انتم بالبيت هلا اول نقطه حكيناها اذا الكلب مطعم ما بدنا نقلق يعني حتى لو كلبك صار شرس وانت عارف مطعم كلبك وماشي على مطاعيمه نعم. فهو مش سعار مشكله سلوكيه دائما الناس بخربطوا بين المشكله السلوكيه وبين الفيروس الفيروس برجع بكرر كثير نادر هلا اذا الكلب مش مطعم وتعرض لعضه او بلشت تطلع عليه اعراض عصبيه، اعراض عصبيه الملو... يعني المقصود فيها انه بتغير طبع الكلب، يعني الكلب الهادي بصير كثير عض، بصير يضل يلف مكانه بصير يعوي كتير عرض كتير مشهور اول شيء بنتخيله بس نحكي عن السعار اللي هو بصير في عندنا باراليسز بال بالحلق وبالجو فهاد الشيء بيعمل انه بصير السلايفا ما تنزل على الحلق اللعاب بصير يطلع لبرا و... بطل يفوت آه بنشوف اللعاب هذا برا مم. هاي اكثر عرض مشهور اه اوكي طب اذا عندي كلب انا كيف بدي احمي كلبي مم. من من هذه المرض او كيف ما بدي بكل بساطه المطعم يعني اه وهي المطاعم هاي يعني اللي هي السنوية يعني حتى لو اي شخص كان الكلاب هذول الصغار الزينه آه كله كله هي الفكره مش بحجم الكلب او هيك اي حكينا زي ما حكيت لك اي كلب او حتى حيوان ثاني القطط كمان طبعا طبعا, طبعاً. السعار يعني اكثر حالات <applause> مسجله بامريكا بتكون من <applause> مش من صحيح صحيح تمام طب كيف ممكن هيك نحكي نياكي توجي نصيحه للناس اللي عم يحضرونا تحديدا اللي يعني مربين كلاب ببيتهم او بدهم يربوا مم. كلاب ناويين اه او ناويين يربوا كلاب شو أو. يعملوا لما بدهم يجيبوا كلب على البيت بسيط الموضوع ودي على الدكتور بس هو بيعمل أوه. كل شيء طب, يعني. طب كيف بده يعرف انه هو ماخذ مطاعيم او مش ماخذ هلا المطاعيم اول شيء اذا ما في دفتر المطاعيم بنعتبره مش ماخذ ولا شيء فبنبلش من اول وجديد وبنعطي المطاعيم بالنسبه لمطعم السعر سهل مره كل سنه وفي بروتوكول مره كل ثلاث سنين فالموضوع كثير بسيط تمام بدنا نشكرك دكتورة على تواجدك معنا بننت على هذه المعلومات القيمة والراحة شكرا لحضرتك عفوا أهلا وسهلا فيك يا هلا فيك